هاكو فارس من اللاعبين تاع العام اللي فات اللي رونوفليتو هذا العام، واش خلى هاكو فارس يعاود يجدد في المدير تاع بعد بسم الله الرحمن الرحيم. انا ما يخفالكش باللي لاني باسي جوزنا درنا اون بون سيزون وين لعبنا على لاكسيسيون، وزيد ما يخفالكش باللي فريق تاع مولودية بجاية وغني عن التعريف، ما يستاهلش يعني البلاصه هذه اللي راهي فيها. سي بور سا وين حبينا نزيدوا يعني نكونوا باش ندخلوا في التاريخ باش نصعدوا مع الفريق هذايا، يعني جو بونس حتى انا نكونوا مع يعني حتى الدرني ماتش ان شاء الله باش يعني نحققوا الصعود هذا. نقدروا نقولوا بلي شفتوا لا فولونتي تاع الاداره معولين تما هذا العام ان شاء الله باش خلاكم تريحوا انتم العام اللي فات اللي لعبتوا. فوالا بيان سير، يعني الاداره زدت يعني الحاجه اللي خلاتنا نريحوا سي كو الاداره مع نهايه الموسم، يعني كيما نقولوا قبل ما نهايه الموسم يعني كي رحنا الصعود كانت عازمه باش تيكون لا سيزون الجايه هذه باش تكون قويه، يعني باش نبداوها بقوه. هذه هي الحاجه اللي حفزتنا ثاني سورتو مع الانصار، يعني اللي تلاقاو بينا برا ولا سورتو يقولوا لنا ريحوا باش العام الجاي ان شاء الله نديروا اون بون ايكيب ونحققوا الصعود ان شاء الله. هذه هي لو ديماراج ان شاء الله. فارس بارلون دو سيزون اللي رانا فيها دوكا، احكي لنا على لو ديبي تاعكم. دونك لو ديبي سي اون تري تري بون شوز، كاع لي جوار حضروا في البريمي جو بيان سي. احكي لنا على لا بريباراسيون تاع الجايه ومن بعد وهنا في تونس كيفاش رايك؟ يعني نقطة مهمة هذه اللي هضرت عليها دوكا سيرتو على لو ديبي، لو ديبي تاع هذا العام ماشي كيما تاع العام اللي فات، اون ديفيرونس كبيرة. جو بونس أنا هذا العام اللي كاين يعني كانت الناس واعية وبداو يعني يعني من أول تدريبات كانوا الناس حاضرين، يعني باش تعرف بلي لوبجيكتيف بيان سور جوار ستاف يعني كانوا كامل حاضرين. الحمد لله هذه سي ان بون سين باش تشجع ثاني اللاعبين باش يقدموا يعني كل ما عندهم. فارس هنا رانا في عند راهم في تونس، واش قلنا على الستاج هذا وكيفاش رايك في مع الظروف؟ يعني الستاج يجوز في ظروف يعني حسنه الحمد لله، كاين بون لومبيونس في ليكيب، يعني لو جروب تاني لي زونترينمون نخدمو تاني مع لو ستاف تكنيك تو. درنا يعني البارح مقابله وديه كانت الاولى، يعني الحمد لله شفنا دي بون سين مالغري كو كاين نقائص، سي تو طافي نورمال، سيتي لو بروميير ماتش، يعني كاين مؤشرات كثير ايجابيه، الحمد لله ان شاء الله نزيدوا نخدموا باش نكونوا واجدين بروميير ماتش تاع الشامبيون. جوستومون كي جبت لنا على المقابله، واش قلت لنا فارس على الماتش تاع البارح؟ فاس ان ادفيرسار، مع ان ادفيرسار مليح لا يلعب في القسم الاول، لاعبين دوليين، شفنا لونجاجمون تاعو، وشفنا الله يبارك الروندمون تاع الموب كان فوالا، يعني سيتي ان بون تيست البارح، شفنا يعني ليكيب لي اون فاس كانت قويه، كان عندهم تحضيرات يعني قريب شهرين هما تحضيرات، عندهم بوتيتر واحد الويت ولا ناف ماتش اميكو كانوا بلو فري علينا. الحمد لله حنا البارح يعني كنا صامدين ودرنا ان تري بون ماتش كيما قلت لك، سيتي ان بون سين انا بور موا، يعني الحمد لله كانت مؤشرات مليحه باش نزيدو نخدمو ونزيدو نتحسنو اكثر ان شاء الله. بون مازال ابارام فوالا بريباراسيون سي بورسوي، غير غدوة ان شاء الله كاين ماتش كونتر عند راهم. نعم. لو ريست دو ستاج كيفاش تشوف؟ يعني بور لو مومون جوسكا ماتنو ستاج راهو يمر في ظروف حسنة الحمد لله، يعني ان شاء الله نزيدو نتمناو باش تكمل الظروف هادية بان بون ماتش اميكا لو ان بون بيل بريستاسيون، وباش يعني ندخلوا ان شاء الله البجايه باش نكونوا بمعنويات مرتفعه ونحضروا المقابله تاع الشامبيون. جوستومون عقول مع لا فان دو ستاج تقعد اون سيمان برك ديبي الشامبيون بريمي ماتش فاصل خدمه. تحسوا راكم خدري؟ جو بونس بلي رانا واجدين ماشي 100% سي نورمال، مي عند 60-70% رانا واجدين، يعني ما يخفالكش بلي عندنا دي جوار تاع خبره اللي يعرفوا يجيريو لي ماتش، دي لي جان ملاح يعني عندهم لا بويسونس، عندهم اللياقه تاعهم مليحه، هادي فاش يزيد يعاونونا وان شاء الله. حنا ليسونسي حنا نهمنا الجروب لو جروب اي تو، وهذا هو الصح. فارس نختمو، انت العام اللي فات لعبت في الموب ليك راك تعرفهم بيان سير الاجواء سيرتو دو ديربي في لي ديبلاسمون سي نورمال ولاد جلال اقصى اسمه، واش قلنا عليك راك وجهه وجهه
يعني الانصار هو احنا بلا بهم ما راناش، يعني احنا نطلبوا منهم الدعم سورتو هذا العام، يكون اكثر من العام اللي فات يعاونونا، باسكو هما اللاعب رقم 12 في الفريق، يكونوا هما يحفزونا راح نجوزو سيزون صعيبه، هيكونوا دي ديفيكولتي، حنجوزو دي باساج فيد، لازم يوقفوا معانا هادي، وحنا ما نبخلوهمش، يعني حنا اون فادوني تو باش ان شاء الله نحققوا الصعود هدايا. اخويا نتمنى لكم التوفيق، يعطيك الصحه، بارك الله فيك ان شاء الله.